الاسعار يعتبر زايده بنسبه يعني تتراوح من 20 ل 30% عن السنه اللي فاتت. اسعار الفسيخ مثلا السنه اللي فاتت كان ماكسيمم، مثلا الفسيخ بيتباع ب 350، يعني كان بيبتدي 250 270 300 350، احنا النهارده بنستارت 350 لغايه 420. الرنجه طبعا زادت بسبب الدولار وكده، طبعا فنتيجه مستورده وكده، فلا دي اللي زادت جامد. كانت السنه اللي فاتت ب 70، نقدر نقول انها زادت حوالي 120%، كانت ب 70 السنه اللي فاتت، السنه دي وصلت 140 150 لغايه 200 جنيه في رنجة في السوق. المنوحة برضو كانت السنة اللي فاتت ممكن نقول مثلا كانت لغاية 280 300 اغلى سعر، النهارده بتبتدي 340 360. سردين نقول السنة اللي فاتت كان ب 140 جنيه، السنة دي ب 180. هو اقبال السنة دي يعني نقدر نقول اقل من السنة اللي فاتت شوية. موسم السنة اللي فاتت ابتدى بدري شوية على يوم 20، ابتدى ده بسبب اسعار غالية شوية وكده. في كواليتي كتير في السوق، مناطق مثلا شعبي ما تقدرش تدخل البضاعه الغاليه ديت، كواليتي العاليه ما تقدرش تدخله عندها لان مش هيتباع معاها. احنا هنا طبعا الناس واخده معانا على كواليتي معين ما نقدرش نلعب فيه، فممكن هتلاقي نسبه الاسعار عندي زايده مثلا بسعر الكيلو 20 جنيه حاجه كده. فرق السمك يعني لو اتكلمنا مثلا عن الرنجه، انا شغال رنجه هولندي بس، في السوق بره الرنجه الارخص الروسي النرويجي دي بتكون كواليتي اقل شويه وارخص 20 30 جنيه. لو جينا مثلا باب الفسيخ مثلا، في سمكه شبيهه للبوري اسمها طوبار، الناس السواحليه والكلام ده طبعا هتلاقيهم عارفين الفرق دوت. انا ما بشتغلش الطوبار ده، برضه بيخس 20 30 جنيه عن السعر بتاعي، زائد طبعا التخزين بتاعي، انا بخزن تجميد بكلف يعني شويه في تخزيني، المعامل عندي عليها رقابه وكده، الموضوع بيكون محتاج تكلفه شويه عشان اطلع المنتج بتاعي. والملوحه برضه بيبقى في حاجه اسمها راي وحاجه اسمها ملوحه صعيده عارفينها باسم الكلابي، برضه ده بسعر وده بسعر. مناطق الشعب نقدر نقول بيجيبوا البضاعه اللي هي نمره 2 او كده، عشان الحركه عندهم محتاجه دوت. السمك بيجي من المزرعه بتاعته ثلاجه التبريد، ما ينفعش تجمد السمك وبعد كده تبلعه، بيتغسل طبعا كويس والكلام دوت، بياخد الفتره الكافيه بتاعته حسب بقى حجم السمكه من 20 يوم لشهر. السمنيه فيها عامله ازاي، كل وقت برضه بيفرق، بتملح في صيف غير بتملح في شتاء، شتاء مع السمك بيحتاج يقعد اكتر شويه من الصيف. في عندنا 2 موسم، موسم عيد صغير الناس بتقبل عليه بعد الصيام وكده، فجزء بياكل سمك جزء بياكل فسيخ بياكل رنجه الكلام دوت. وشم نسيم ده ليه قصه ثانيه، ده من ايام الفراعنه، مش هنقول مثلا اقباط بس، لا نتمنى الدنيا تنزل لان الغلا دوت معلش يعني الزبون اللي كان بيخش مثلا بيجيب ليه ولاخته ولصاحبه مش عارف ايه الكلام دوت، طبعا الكلام ده تقلص خالص، يا دوبك بيجيب على اهل بيته. ممكن تلاقي فيه زحمه وفيه حركه بس القيمه الشرائيه نفسها قلت، اللي كان بيشتري مثلا 10 كيلو فسيخ لا بياخد 2 كيلو، كان بيشتري 2 كيلو بياخد كيلو، كان بياخد كيلو بياخد نص، وفي ناس ما بقتش تيجي طبعا.